معلومة طقسية: طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم يصام بدون انقطاع ويؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية: المياه، التوزيع، المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنمو إمفيارو: بارك مياه الأنهار. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الرابع من شهر مصر المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 693 قبل الميلاد، تنيح الملك البار حزقية بن أحاز ملك يهوذا من نسل داود. بدأ حكمه في سن 25، افتتح حكمه بترميم الهيكل، انتصر في حربه مع الفلسطينيين. وفي السنة 14 من حكمه بدأت الغزوات الأشورية على يهوذا وإسرائيل. جاء سنحاريب بجيش جرار وحاصر أورشليم، فخرج قائد الجيش يهدد الملك وشعب أورشليم. فلما سمع حزقية تغطى بمسح ودخل بيت الرب ولجأ إلى الله، وأرسل عبيده إلى إشعياء النبي ليرفع الصلاة من أجل البقية الموجودة. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000. بعد ذلك مرض حزقية مرضا شديدا، فصلى إلى الله وبكى. فأرسل الله له إشعياء النبي قائلا: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك وأزيد أيامك 15 سنة وأنقذك من يد ملك آشور. كان حزقية ملكا صالحا، أبطل عبادة الأوثان وأعاد عبادة الله في الهيكل. وبعد أن ملك 29 سنة تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في ديره الكائن بجبل العربة، وهي ما زالت قائمة يصلي فيها الرهبان. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. موسى وهارون في كهنتي، وصموئيل في الذين يدعون باسمي، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام، كان يكلمهم أليلويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون،
لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالأيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الأيكل يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الأيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارتان أيها الفريسي الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة
تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحيات وأولاد الأفاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه وبركته من الان وكل اوان ولا دهر الدور كلها امين. مزمور العشيه النهارده مزمور لداود النبي 105، بيقول كده: لم يترك انسانا يظلمهم، وبكت ملوكا من اجلهم قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي. المزمور ده هو مزمور تسبيح لله، بيتكلم عن العظائم والعجائب والايات اللي صنعها الله مع شعب إسرائيل في دخولهم وخروجهم من أرض مصر. وبيتكلم كمان عن إن الله أمين في وعوده مع الآباء الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بينطبق هذا المزمور: لم يترك إنسانا يظلمهم، بكت ملوكا من أجلهم قائلا: لا تمس مسحائي ولا تسيء إلى أنبيائي، باللي حصل مع أبونا إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 20، لما راح إلى أرض جرار وتقابل هناك مع أبي مالك ملك جرار، واتكلم وقال له أن سارة دي تبقى أختي مش زوجتي. نلاقي هنا أبونا إبراهيم خاف وجلك شوية وشك شوية في أن ممكن يحصل له إيذاء
من أبي مالك بسبب جمال سارة امرأته، فقال لها احنا هنقول ان انت اختي وليست امرأتي. فنلاقي رغم ان ابونا ابراهيم خاف وقلق، لكن الله لا يتركه، لم يترك انسانا يظلمهم. ربنا يقول كده في اصحاح 20 من سفر التكوين: ظهر الله في حلم لابي مالك وقال له انت ميت بسبب هذه المرأة التي اخذتها. فهنا ربنا له كل المجد، بيدافع عن أنبيائه، عن الرسل، عن القديسين المؤمنين باسمه. ونلاقي كمان في سفر التكوين في آخر الإصحاح يقول كده في عدد 17: فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه، فولدنا لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم. فهنا ينطبق المزمور على الموقف ده جدا ويقول له كده: لم يترك إنسانا يظلمهم، بكت ملوكا لأجل اسمهم قائلا: لا تمسوا مسيحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. المسيح له كل المجد. مزمور باكر كمان من مزامير معلمنا داود، بيتكلم عن مزمور 105، يقول كده: أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهم أقوال آياته وعجائب كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه. وهنا بيتكلم ان عمل بموسى وعمل بهارون ايات وعجائب علشان شعب اسرائيل يؤمن، وكمان الشعب المصري اللي كان ساكن وسطيه الشعب الاسرائيلي يؤمن بالايات وبالعجائب اللي صنعها الله. لما نيجي كمان نتطرق لإنجيل باكر، بيتكلم عن تجلي الرب يسوع له كل المجد، يقول كده: وإذ موسى وإيليا قد ظهر يخاطبانه. وهنا كمان فيه ارتباط بين مزمور باكر وإنجيل باكر، بنلاقي وجود موسى النبي. عايز يقول إن موسى النبي لأنه نبي وظهر عن طريقه كمان آيات وعجائب كتيرة، وظهر في حياة موسى كمان ضربات، الضربات العشر اللي كلنا عارفينها اللي حدثت لفرعون وعبيده بسبب ظلمهم لموسى وشعب إسرائيل. وكأنه عايز يقول لم يدع الخطاة، عصى الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. كمان إيليا في ظهوره النهاردة مع رب المجد على جبل طابور والتجلي، عايز يقول لك كمان إيليا النبي الآية المشهورة بتاعته كان كل ما يقف قدام أخاب بن عمري وإيزابل يقول: حي هو الرب إله الذي أنا واقف أمامه، أنا واثق إن إلهي هينقذنا منكم أنتم أيها الأشرار. نلاقيه في مواجهة لأخاب بن عمري وإيزابل الملكة الشريرة، ومواجهته لأنبياء البعل، وتحدي إيليا ليهم، وتنزل نار من السماء وتقبل ذبيحة إيليا ويتحدى أنبياء البعل. هنا يقول: الصديقون صار والرب استجاب لهم، من جميع ضيقاتهم خلصهم الرب. لما نيجي النهاردة كمان نتكلم عن السنكسار ونشوف السنكسار بيتكلم عن إيه، بيتكلم عن نبي عظيم اسمه حزقيا الملك. يقول عن حزقيا الملك في سفر ملوك الثاني إصحاح 18 إن في صفات جميلة اتصف بيها كمؤمن بالله وواثق بربنا، واثق في ربنا. أول حاجة إن هو عمل المستقيم في عيني الرب، عمل المستقيم في عين الرب. تاني حاجة أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وصحك كمان الحية النحاسية اللي عملها موسى، لأن في الوقت ده الشعب الإسرائيلي بدأ يتخذها ليه كإله وبدأ يقدم ليها بخور وبدأ يقدم ليها تقدمات. كمان عمل إيه حزقيا الملك في الوقت ده؟ إن هو اتكل على الرب، كمان التصق بالرب ولم يحد عنه، لكن حفظ وصاياه اللي أمر بيها موسى النبي، حفظ الوصايا وكان الرب معه. هنا عايز يقول له كمان إن لم أرى صديقا تخلي عنه الرب أو ذرية تلتمس له خبزا. عشان كده في السنة الـ14 للملك حزقيا إن الملك سنحريب ملك أشور صعد إلى مدن يهوذا، أرسل ثلاثة من القوات بتعوته، هم ترتان وربساريس وربشاقي. يقول كده صعد على مدن يهوذا الحصينة، فبدأ واحد منهم اسمه ربشاقي يتكلم مع شعب حزقيا الملك، والشعب في الوقت ده كان يمثل قوة، واخدين بالكم؟ فبدأ يتكلم ربشاقي بكلام سلبي،
بدأ يقول له يقول إيه لشعب إسرائيل وشعب حزقيا الملك، يقول له إذا كانت الأمم اللي جاب ليكم واللي حواليكم نجت من يد سنحريب الملك ملك أشور، أنتوا هتنجوا، أنتوا متكلين على حزقيا الملك بتاعكم، هو متكل على إلهه، إذا كانت الآلهة الأخرى نجت الأمم اللي حواليكم أنتوا تنجوا. وبدأ يتكلم بكلام سلبي صعب جدا في مسامع الشعب. لكن عمل حاجة جميلة خالص حزقيا الملك، يؤمر في إصحاح 18 وعدد 36 يقول كده: وسكت الشعب ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. وهنا فيه محمل روحي جميل جدا، إن إحنا ما نسمعش للكلام السلبي اللي بيبث إبليس. ممكن إبليس يقول علينا كلام سلبي علشان نشك في وعود الله وفي أمانة الله، لكن الله عظيم جدا لا يترك أولاده. يعمل إيه حزقيا الملك؟ ما يسمعش للكلام، ويوصي شعبه كمان يقول لك ما تسمعش لكلام الملك ده الرجل الشرير ده. لكن إحنا هنعمل حاجة في إصحاح 19، صلى صلاة جميلة جدا هقولها عليكم، وياريت نسمع الصلاة دي، صلاة قوية جدا. يقول إيه؟ أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، وافتح يا رب عينيك، انظر واسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب أن ملوك أشور قد خربوا الأمم وأراضيهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم. والآن أيها الرب خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. بتأتي الإجابة في مزمور 105 بتاع العشية اللي بيقول: لم يترك إنسانا يظلمهم، بكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. كمان يقول: في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. ومزمور 91 في آخر المزمور يقول كده: معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. عشان كده يأتي الجواب على فم أشعيا النبي في عدد 32، يقول له كلام جميل خالص، يقول له: خلي بالك يا حزقيا الملك، الله استجاب لطلباتك وكلامك. عشان كده يقول كده: لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمو هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مدرسة. وفي عدد 34 يقول كده: وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود إيه عبدي. إيه اللي حصل؟ يخرج ملاك واحد يقتل كم واحد؟ 185,000 جندي من جنود الملك سنحريب ملك أشور. ياخد بعضيه ويرجع سنحريب هو وجيشه وباقي جيشه، ويقول كده في عدد 37: لأن الله يقضي على الظلم نهائي. يقول كده في عدد 37: وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه ضربه أدرملك وشرسر أبناه فمات سنحريب. هو انتهاء للشر، انتهاء للظلم، انتهاء نهائي، لأن الله يحامي عن هذه المدينة ويدافع عنكم وأنتم تصمتون. نلاقي في إنجيل القداس من إنجيل معلمنا متى إصحاح 23 وعدد 14 يقول كده عن إنجيل الويلات الخاص بالكتبة والفريسيون المراؤون. فالمزمور بتاع العشية يقول: لم يترك إنسانا يظلمهم، بكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبياء. فهنا في الإنجيل بتاع النهاردة بيتكلم عن صفات الناس الظلمة، قتلت الأنبياء وما سيحل فيهم بسبب ظلمهم وريائهم وعدم إيمانهم بالسيد المسيح له كل المجد، وبسبب أن إيمانهم إيمان شكلي وليس إيمان عملي. عشان كده محبة ربنا وإلهنا عايز إيماننا فيه يكون إيمان قوي، واثقين في إلهنا الذي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر، يستطيع أن هو ينجي، وأن الله يقف ضد الظلم، أن الله يقاوم المستكبرين، أن الله يعطينا نعمة أن احنا نحتمل الظلم ده وأن احنا نصبر، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. المسيح إلهنا يطوبنا في إنجيل معلمنا متى يقول: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فإلهنا الحي يطوب الإنسان اللي يصبر على الظلم،
لأني اللي يصبر للمنتهى يخلص، اللي يصبر بينال أكليل، ويقول كده ينبغي أن نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، لكن نثق أن إلهنا إله حي، إله يستطيع كل شيء، لا يسقط على الظلم، وليه النقمة، لي النقمة أجازي أنا، يقول الرب. الله قادر أن يعطينا حياة الإيمان وحياة الثقة في إلهنا الذي يحامي عن أولاده. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى أبد الآبدين، أمين.